والله احنا في مباراة انجولا يمكن اول 35 دقيقة كنا غايبين تماما عن الملعب بسبب التغيير او التشكيل الغريب شوية عن المتوقع ان اللي كان هيبدأ بيه كارلوس كيروش، لكن طبعا النتيجة 2-0 حفزت اللعيبة. الهدف اللي في اخر الشوط الاولاني فرق كبير جدا معانا. ان شاء الله مباراة الجابون هي طبعا مش هتأثر في حاجة، احنا كده كده صعدنا للمرحلة النهائية. قد تكون فرصة كويسة انه يجرب تشكيل جديد او يثبت طريقة هو عايز يلعب بيها كارلوس كيروش، لان هو تقريبا مش هيلعب بالطريقة اللي الشعب كله متعود عليها، بس كانت 4-2-3-1 بوجود قفشة في مركز 10 وصلاح على اليمين ورمضان على الشمال، لانه كل مباراة بقائمة مختلفة. فانا اتمنى ان المباراة الاخيرة امام الجابون ودورة العرب ان شاء الله اللي هي في شهر 12 تكون فرصة ان هو ثبت على طريقة وعلى تشكيل معين بثلاثة اربع بدلاء على اساس نوصل شهر مارس ان شاء الله في المرحلة النهائية، يبقى الفريق له شكل وله طريقة وله فكر. ان شاء الله المنتخب المصري يعني متوقعين يعني اللي هو نصعد كاس عالم ان شاء الله وامم افريقيا، وان شاء الله المباراة الجاية 3-0 لمصر ان شاء الله. هو بالنسبة حضرتك للمباراة اللي فاتت دي يعني كويسه مش وحشه بالنسبه لمثلا يعني افضل من ما كان مع حسام البدري او كده، فكويس احنا على بره ارضنا فتعادلنا، واللي احنا عايزينه هي نقطه يعني عشان نصعد. يعني المنتخب ليه شكل غير مع حسام البدري، ليه شكل وبرده يعني انت تعادلت بس كويس، يعني المنتخب ليه شكل. هو الحمد لله يعني قدرنا نحقق التعادل، اتاخرنا بهدفين بس قدرنا نرجع تاني في بدايه المباراه. الشوط الاول خصوصا كنا أدائنا ما كانش كويس، بس الحمد لله قدرنا في الشوط الثاني، وان شاء الله نتمنى الماتش الجاي نعمل نتيجه كويسه، واحنا كده كده الحمد لله يعني ضمننا الصعود. الاهم من ان احنا ضمننا الصعود ان شاء الله المواجهه الجايه ان شاء الله، يعني نشوف نواجه مين بقى بعد كده من ضمن الخمس منتخبات التصنيف الاول. او المنتخب عايز مهاجم صريح مش زي ماتش انجولا لما لعب محمد شريف وينج، لا ما ينفعش ابدا. محمد شريف يلعب تحتيه، ممكن قفشة يلعب ماشي مع عمرو السولية، عبد الله سعيد لا خلاص كبر ما عندش حاجه خالص. يعني مفيش كلام على وجود محمد صلاح. محمد صلاح انا عايز اقول لك حاجه، هو فعلا بلا شك يعني هو افضل لاعب في العالم. وجود محمد صلاح حتى لو ما سجلش فهو بيساعد اللعيبه بتوع المنتخب ان يسجلوا. يبقى محمد شريف مع محمد صلاح. الثالث ممكن يكون مصطفى محمد، اتوقع محمد مجدي قفشه، واللهم صل على النبي عبد الله السعيد ما لعبش الماتش عشان اداؤه مش حلو. اداؤه مش حلو، ومحمد شريف برضو اداؤه حلو برضو. هو منتخب مصر أدى الشوط الثاني كويس جدا، هو بس ساب ال 35 دقيقة الأولانيين ما قدرش الفريق اللي قدامه، بس لا بعد ال 35 دقيقة الأولانيين ابتدى يتدارك الموقف، ولما أحرز الهدف الأولاني من النني وبعد كده الهدف الثاني، فالمنتخب أدى الشوط الثاني كويس جدا يعني. لا إن شاء الله المنتخب لعب الماتش بتاع الأنجولا كويس جدا، بس هو كان بيلعب بره ملعبه كويس يعني مش وحش. والماتش اللي جاي برضو اتوقع اللي يلعب في الهجوم كويس برضو، مستوى محمد مهاجم صريح كويس، ومحمد صلاح برضو ايه بيساعد وراه كويس.